خليني حبيبي. بس سريعا كده نستعرض اللي ما تابعش معانا من البدايه، الاعلان عن رسمي بقى عن البطوله وعن جوائزها وعن الشكل اللي متقدمه بيه، في تاتش شيك كده، في حاجه مختلفه على الاتحاد الافريقي، وواضح انه السبونسر عامل شغل. تعالوا نشوف مع بعض، يلا الخريطه. طبعا دي الخريطه، الفرق المشاركه من شمال افريقيا مصر، الاهلي، تونس، الترجي، المغرب، الوداد. من غرب افريقيا ممثل وحيد هو انيمبا النيجيري. ثم من وسط افريقيا عندي سيمبا التنزاني، مازيمبي كونغولي، وباترو اتلتيكو الانجولي. ومن جنوب القاره سان داونز الجنوب افريقي. نقرا المواجهات كده. تمام، هي في الاول وفي الاهلي الاخر وسيمبا يعني افتتاحيه طبعا. هي الافتتاحيه الاهلي وسيمبا، فكره ان طبعا الاهلي ده يعني في البطوله في حد ذاتها اصلا بتضيف الكثير للبطوله. طبعا الجوائز تم الجوائز الاعلان عنها، 4 مليون البطل، 3 مليون الوصيف، مليون و700 المربع الذهبي، ومليون المشاركه في دور الثمانيه. طبعا يعني دي المواجهات، خلي المواجهات معانا شويه اقراها انا وحماده ونادر. سيبك من الاهلي وسيمبا، خلينا نبدا من اليمين الاول. الترجي ومازيمبي. مواجهه قويه قوي تاريخيه، ولكن تاريخيا حاليا دلوقتي الترجي طبعا اقوى بكتير من مازيمبي. مازيمبي طبعا مش هو مازيمبي، لا مش هو مازيمبي بتاع السنين اللي فاتت يعني، ولكن الترجي فرقه قويه مهما كان. الفرقه العربيه عموما من الفرق اللي بتعرف تلم نفسها بدري، لكن مازيمبي من الفرق اللي وقعت شويه على مدار السنين اللي فاتت. طبعا مازيمبي كان ليها فتره كده كانت مسيطره على افريقيا، وكان عندها سكواد قوي قوي، وكان عندهم حاجه كانت بتميزهم، هو ان السكواد دايما بيدعم بالاقوى. ما كانش فيه فكره ان حد يقع ما نعرفش نجيب حد مكانه، لا هم كانوا دايما بيدعموا الفرقه، فكان السكواد قوي وفي استمراريه لدرجه ان هم سيطروا على افريقيا، وكانت من الفرق اللي فعلا تخض في افريقيا. كان عامل زي سان داونز، وصل لخمس القاب اعتقد، خمسه تاني بعد الاهلي، بعد حاليا الأهلي. بعد الاهلي يعني الفكره كلها ان هم كانوا عاملين زي سان داونز كده، عندهم اسلوب، عندهم شكل، عندهم هويه، بيلعبوا وفعلا فرقه تخض، وخاصه كمان لما تروح على ملعبها رعب. الطريقه، الملعب، الجمهور، الارضيه، الاجواء، فرقه تخض. لا وكمان لما كانت بتطلع بره ملعبها كانت برضو بتلعب بنفس الهويه وبنفس الاسلوب، وكانت برضو فرقه تخوف لدرجه انها احرجت فرق كتير في افريقيا يعني، وخدت البطوله طبعا مرتين، فالموضوع بالنسبه